في عام 1867 التقى الإمبراطور نابليون الثالث والتقى عمدة باريس جورج أوبن هوسمان واتفق معهما على إنشاء مدينة القاهرة على غرار باريس، فرشح له كل من جان بيير بارلي الذي أنشأ غابة بولونيا لتصميم حديقة الأزبكية، وبيير جرانبيك الذي عهد إليه بإدارة مصلحة الطرق والكباري ووضع خريطة للقاهرة عام 1874.